السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ورجع لكم تاني يا حبابنا الكرام في مقطع وفيديو جديد. بنتكلم النهاردة بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى عن رؤية الضراط في المنام، وهو يدل على الكلام القبيح أو الكلام الرديء، أو يدل على نازلة تنزل بفاعلها. ويدل الضراط في المنام على تفريق الجماعات والخبر الكذب، وربما دل على الحمق والاستقلال بالناس، التصرف اللي فيه حمق وانه بيحب انه يستقل بالناس. وربما دلت رؤية الضراط على الكذب والكلام الفاحش او الصوت الخارج عن الضرب، الألم، ومن رأى انه خرج منه ريحا فانه يتكلم بكلمة قبيحة، ومن رأى أنه بين قوم فخرجت منه ضرطة من غير إرادة فإنه يأتيه فرج من غم وعسر. فإن ضرط متعمدا وكان له صوت عالي ورائحة نتنة فإنه يتكلم بكلام قبيح أو يعمل عملا قبيحا وينال منه سوء الثناء، الناس تتكلم عليه كلام مش كويس على قدر النتن. فإن ضرط بين قوم فإنهم إن كانوا في غم أو هم فرج عنهم، وإن كان في تجارة ربح منها. لو شاف إنه هو فعل الفعلة دي في تجارة فإنه سيربح منها، وإن كان في عسر تحول يسر، وإن ضرط بجهد فإنه يؤدي ما لا يطيق، يكلف بأمر لا يطيقه. وإن ضرط سهلا فإنه يؤدي ما يطيق، وإن رأى أنه ضرط ضرطة ورافقها ريح نال عزا ورفعة في سفر، ولكن ربما تتفرق أموره وتنجلي غمومه ويرجع إلى أهله سالما. والضراط بالفم بمعنى أنه يحدث صوتا بفمه يشبه الضراط في المنام، يدل على الزلل في الكلام أو حادث يحدث له في الفم، أو عاهة تشيل أو طباع رديئة تعيبه بين الناس. في كلام العلماء من أكثر من شيء عرف به بين الناس، بمعنى لو إنه فعل الصوت ده في المنام بفمه فربما أنه فعل فعلة تشيل بين الناس. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أحبابنا الكرام، هذا ما كان عندنا من علم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ثم خطأ فمني والشيطان والله ورسولهما منه براء. أحبابنا الكرام، لو عجبكم الفيديو ريت نعملوا لايك، نشير الخير ده مع الناس حتى تعم الفائدة. اللي بيشوفني لأول مرة تشرف بنا يشترك في قناتي، يفعل خاصة الجرس واختار منا الكل حتى يأتي إشعار بكل ما هو جديد. إلى لقاء آخر ومقطع آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.